نعم. روحي عسي سرعوفة وبعتي لي سعود في الحال. ليما راني خارج للسياده. طريق السلامه، تروح وترجع بخير ان شاء الله. ما تخافيش، راكي في حمايتي، حد ما يقدر يقرب لك. الله يسترك ويحفظك ليا. انت راكي امانه عندي، وانا عهدت خويا ابو العراس بلي نهز عليكم هم هاد الزمان. يكثر خيرك ويعيشك. عمي بوزيد انا جيت. ها صحيت ولدي صحيت. اسمع سعود، ها هاد المره اللي عليك كثروا بزاف، على هذه لازم تروح معايا. هي روح معك. ما تحزنيش أما راكي تشوفي يا بنتي، دخل وخرج من عندها كلمة ما قالها ليش، ونسى عشرة هذه شحال مسنا نساها فين يوم وليلة. كرهتو. ما تقوليش هكا على باباك، باباك راجل فحل. تقولي هكذا نسيتي واش دار فيك؟ نسيتي بلي تزوج وخلاك؟ من حقه يتزوج يا بنتي، بصح نطلب برك يعدل بيناتنا، هذا ما كان. بصح راني حاسة يجي النهار لي ولي ليا. نتمنى يرجع اما وترجع المحبة بيناتنا ان شاء الله. معاش وين رايح؟ رايح نخلف صار خويا عامر ونقتل بوزيد كيما قتلو. يا معاش شهد واستغفر، انا على الشيطان ما تبدلش الدم بالدم. خوك عامر ثاني قتل بو العراس، هو كامل مات وربي يرحمهم. والعراس يستاهل الموت. صح خويا عامر راح يطلب السماح من بوزيد يقتلو. والله ما نتهنى حتى يموت. معاش راني خايفه عليك، ما عندنا غير انت في هذه الدنيا. ما تخافيش ما تخافيش، بصح ما تنسايش اخر فيا، راني عدت الليل ما نرقدوش، لازم نتهنى منه. واش نقولك، ربي يسترك ان شاء الله ما تبطاش عليا هكذا باش ما نقلقش عليك. ما تخافيش كش ما تحتاجي. ما نحتاج والو، ان شاء الله تروح على خير وترجع على خير. ان شاء الله. ما لازم تخرج من هاد الدار، مانيش قادره نشوفها، هي السبب في موته. يكفيني يا مسعوده بنتي، انا مانيش قادره على هاد الحس. مانيش ساكته، وهذه الهضره نقعد نقولها ديما حتى تخرج من هاد الدار. اسمعي يا مسعوده، شوفي انا مانيش خارجه من هاد الدار، عامر راجلي وهذه داري ونبقى هنا. هذه دار بابا وانت اللي بلاصتك ماشي هنا. قتلتي خويا وستي خربت الدار على راسنا. خوك هو اللي بدا، هو اللي قتل لي خويا. صح من بعد استعرف وراح باش يطلب السماح، بصح لا غالب تقدرت كاتبه.
خوك بوزيد رص راس ياكلو. خويا ما عاش راه حال باش يخلف الدار، وانتي رايحه تخرجي من هذا الدار مهما يكون. سعودة خشي للبيت. وعلاش يا امه؟ قلت لك خشي. يزيني من هذا الحس اللي فيا يكفيني. يا ريم يا بنيتي، هدي دارك واحد ما يحركك منها. راكي مرت وليدي العزيز، ربي يرحمه. ربي يا صراع اليوم كي كان بول عرس في جنابي الصيادة انتو عيجيبها منين تكون؟ الله غالب اليوم رحل علينا. رحل؟ وين رحل؟ ما زيدش يرجع. الله ينفعنا ببركتك. هاي يا سعود هاي. علاه راك قاسي عليا؟ اخي كنت تحبني. كنت نحبك بصح كي عرفت بلي ما تظنيش. انا نحب ظنايا. مكتوب ربي، هذا مكتوب على الجبين. سبحانه. بصح انا حبيت نعيش نشوف ولادي بعينيا. واذا ما كتبتش واش راح دير؟ نتزوج. تتزوج؟ ايه نتزوج ومن حقي. بعد سهل تبيعني بكل هذه العشرة؟ اسمعي الكلام هذا راه قديم وما نحبش نزيد نسمعه. انا راني متزوج متزوج والعروس راهي كاينه. العروس كاينه؟ من عمي حليمه بنت عمي جعفر. حليمه؟ هي حليمه بالذات والصفات، وعمي جعفر راه راضي وقابل. وانا؟ انت تاكلي وتشربي وتقعدي معنا. ناكل ونشرب. هاني نقول لك لو كان تجي حليمه ولا غيرها غير في هذا الدار ما نقعدش. واش صرا يا لدهم؟ راجلك عامر
قتلوه. قتلوه؟ قتلوا بوزيد، هو الطفل اللي اختفى. الله يرحم يا عم. مالا نقتلوه؟ أنا خايفة ما تقدرش. وإذا خطرت؟ وش تقولي؟ نتزوج بيك؟ نقول لك سعود، لا حبسه، نرتاحوا شويه ونتغداو بعد، يرحمها ربي. انا جبت الكسره والبن، هيا هيا هلا يلا. يا ربي تشرب بس عود تشرب. عمي وزيد، إذا حبيت ترقد ارقد، أنا نعس عليك. معلش. أنا نرتاح شوية كي العبد النوض نكمل غدا. هاي شكروني يا اخي، مدات الموالو راكي تشوفي بعينيك. انا تمنيت يفرج ربي نرجع لاهلي وماليا، بصح خايف يذبحوني. شوفي يا حليمه يا بنيتي، قطعتي لي قلبي وليا تبكي. يا صبري شويه بنيتي، ومع الوقت عيبك دوك، مع الوقت هما ثاني يوالفوك وانتي توالفيهم. واش هذا؟ صبري شويه، واش كاين؟ وليت تغيبي بوزيد راح يسكت عليهم، الله ما يخليهم يتحركوا، واني انا وياك. اصبري شويه يا بنيتي. كلامك يصبرني ويخليني نرتاح. شوفي يا حليمه بنيتي، هاكي قلتيها بفمك بعد، هي صبري وش عاد ديري يا بنيتي؟ هذا هو مكتوبك، ما عندك وين تهربي. صح صح، سبحانه كريم. خبش بنيتي، قطعتي لي قلبي يا حليمة بنيتي، ربي يخليك ليا.
أنا بابا كرهته، تمنيت له كان يموت. يموت؟ مالا نقتلوه؟ أنا خايفة ما تقدرش. وإذا خطرت؟ وش تقولي؟ نتزوج بيك؟ هذه هي العشبة بالذات، فيها منفعة كبيرة، لازم نحوس عليها بزاف، على خاطر هذا هو ترابها. الحمد لله يا زيدي. هيا يا طبيعة بنتي، راني مقلق. بابك طول ما جاش اليوم، ومشي من عوايده هكا. أما ما تقلقيش، يرجع بخير إن شاء الله. نتمنى يموت على يد سعود وما يرجعش. خالتي خدومة، خالتي خدومة. واش كاين سعود؟ عمي بوزيد، عمي بوزيد قتلوه السرابة. قتلوه السرابة؟ ايه، وانا ربحت الفوشي. بابا بوزيد، امي تبوني وليد. بابا امي بوزيد مات. امي بوزيد وراك. Ah!
الحمد لله الحمد لله مازالوا حي. الصدق اروع عاوني فيه. ازرب ازربه بالعقل 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 بالعقل. معاش وش بيك؟ وش بيك حزين؟ بوزيد مات. قتلته. تمنيت تكون موتوا على يدي. بصح مالا شكون قتلو؟ رامي يقولوا قتلوه السرابة. الحمد لله هكا تهنيت عليك كي ما قتلتوش انت. الحمد لله. وهكذا عامر خويا يكون متهني في قبره. هيا ادخل 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 نحط لك التعشى. هي بالذات ديري لي العشاء راني ميت بشر. لازم نخرج من هذا الدار. مبقاتيش معيشة فيه بعد ما مات بوزيد وبالعراس. قبل الفجر لازم نمشي ونشور.